السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير هانيين، كيف نتوما؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي المتواضعة. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. كما كنعرفوا جميع بان اللباس التقليدي هو مجموعة من الألبسة التراثية والشعبية اللي حافظ عليها المغاربة منذ قرون، وذلك بالتشبث ديالهم به خصوصا في المناسبات وفي المناسبات الدينية وفي الأعراس والأعياد، الكبار والصغار، شباب وشيوخ. ومن هنا جاتني الفكرة هذا الفيديو اللي غادي نوريكم فيه طريقة خياطة صفيفة من الصدق بليزيستراس، وهذا الفيديو خصيصا للمبتدئات وبالماكينة وبطريقة سهلة ومبسطة، ونخليكم مع الفيديو.
اخواتاتي هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها في النهايه ديال الفيديو. ان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا الطريقه من البدايه حتى النهايه، ونطلب الله تكون راقتكم، وان شاء الله تطبقوها في الملابس ديالكم. لماذا؟ اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك ومن اللايك والتعاليق مرحبا، وان شاء الله نتلاقاو بكم في فيديو قادم. الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.